مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين المتابعين إلى هذا اللقاء الجديد، وكل عام وأنتم بخير وعيد مبارك عاجل. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف 4 سفن أمريكية بريطانية في خليج عدن، وإلى التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأربعاء عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت سفنا إسرائيلية وأمريكية في خليج عدن. وقال بيان صادر عن القوات المسلحة إنه تم استهداف سفينتين إسرائيليتين، الأولى سفينة MSC داروين والأخرى سفينة MSC جينا في خليج عدن، كما تم استهداف سفينة ميرسك يوركتاون الأمريكية وذلك في خليج عدن، وكذلك استهداف سفينة حربية أمريكية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة. وأشار البيان الذي تلاه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إلى أنه تم استهداف السفن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة والطائرات المسيرة. وأكد البيان أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم ودفاعا عن اليمن العزيز، وإن عملياتها في البحرين الأحمر والعربي وفي المحيط الهندي مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتا إلى أن هذه العمليات جاءت انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وردا على العدوان الأمريكي البريطاني المتواصل على بلدنا. أشكركم على حسن إصغائكم واستماعكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.